طقس دافئ إلى حار نسبياً وطقس مناسب للسباحة ومناسب أيضاً إلى أغلب الأنشطة الخارجية والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا خلال الأيام القادمة لتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في معظم مناطق المملكة، وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب نشاهد أن الأجواء تكون حارة يوم الخميس والجمعة، تبدأ بالارتفاع تدريجيا إلى أن تصل إلى ذروتها يوم السبت بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث هنالك غيوم متفرقة ودرجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية وتصل سرعة الرياح إلى 15 كيلومتر في الساعة، لذلك تكون الأجواء مناسبة لأغلب الأنشطة الخارجية في هذا المساء في العاصمة عمان. ننتقل سوية إلى ثلاثة أيام القادمة، حيث تكون الأجواء يوم الجمعة 29 درجة مئوية والأجواء صافية ليلا كذلك الأمر، أما في يوم السبت والأحد فتكون الرياح نشطة نوعا ما ويكون هنالك بعض الأتربة المثارة في العاصمة عمان. تصل درجة الحرارة يوم السبت إلى 31 درجة مئوية نهارا و17 درجة مئوية ليلا، أما الأحد فتنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 22 درجة مئوية و13 درجة مئوية ليلا. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد. الأجواء صافية من 32 إلى 21 درجة مئوية ليلا، في المفرق من 32 إلى 19، في جرش من 32 إلى 21 درجة مئوية مساء، وفي عجلون من 30 إلى 21 درجة مئوية. في العاصمة عمان من 29 إلى 20، في الزرقاء من 32 إلى 21، في البلقاء من 30 إلى 22 درجة مئوية ليلا، في مادبة من 30 إلى 21، أجواء حارة في البحر الميت لتصل إلى 39 درجة مئوية نهارا و28 درجة مئوية ليلا. أما في المناطق الجنوبية في الكرك من 30 إلى 19، في الطفيلة من 28 إلى 21، في معان من 31 إلى 18 درجة مئوية، في جبال الشرق من 27 إلى 18، وفي العقبة أيضا الأجواء حارة من 37 درجة مئوية نهارا و28 درجة مئوية ليلا. في المناطق الشرقية في الرويشد والصفاوي والأزرق تتراوح درجات الحرارة ما بين 31 إلى 34 ومن 17 إلى 22 درجة مئوية ليلا. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.